يعني أنت تقول لم تقم بمهاجمة إيران ولا الجيش الإيراني، ما إسماعيل هنيه الله يرحمه كان في قطر، لماذا لم تقصفوا هناك؟ لماذا اختارت إيران تحديدا؟ لماذا أرادت استفزاز إيران مرة أخرى أو تجبر إيران للمشاركة وبشكل رسمي في الحرب؟ هكذا تفهم الرسالة. السؤال معك حق أنه لماذا لم تختله بقطر، وهذا كثير سؤال مهم، وهناك طبعا بدون شك قيادات لحماس بقطر، لماذا لم تختاره؟ هلا في قضيه يمكن تقنيه، اما يعني ربما موجود الجيش الامريكاني بقطر عنده قاعده عسكريه، لم نعم. تجرؤ إسرائيل أن تقوم بهذا العمل، وخاصة هنالك في تفاهم عسكري قطري أمريكاني الغاية بقطر. وين؟ الغاية وين؟ الغاية بالنتيجة اليوم أنا بتصور أنه اليوم النظام بإيران لم يتجرأ. اليوم نحن على مشارف انتخابات بأمريكا بعد 3 أشهر من الآن، وإيران بحاجة أنه تجي السيدة هاريس كرئيس جمهورية الولايات المتحدة وليس السيد ترامب. بإيران رح تحط كل تقلها حتى تساعد بمجيء السيدة هاريس. من هالمنظر هذا أنا بتصور النظام بإيران لم يساعد المواقف العسكرية ضد إسرائيل، ورح يبلع هذه القضية اللي صارت بداخل إيران على 3 أشهر حتى ربما بتنجح هاريس، والتعامل مع هاريس على 4 سنوات قادمة سيكون أفضل لإيران وخاصة للإسلام السياسي المتمثل مع الإخوان المسلمين. نعم. هذا أفضل لهؤلاء المجموعات من أنه يكون الرئيس ترامب اللي بده يفرض اتفاقات إبراهيمية، أما يوسع الاتفاقات الإبراهيمية أكثر، وهذا ربما يهدد دول الممانعة في المنطقة.